هذو ما جمعناش الزهر، ما توفقناش في لاعبين دري زوين، ولكن للاسف ما توفقناش، ما عندناش الزهر. اختيار الدوله في المستوى، الدري في المستوى، للاسف اش نقول لك، للاسف ما كاينش العيا. الدري لاعبين زوين صراحه، عجبني الماتش، الزهر ما بغاتش، بحال ما بغاتناش للاسف. رساله خيره، عندنا بون ايكيب، خاص غير الاستمراريه. كانش الحظ، واللاعبين راه كانوا رجال، والله كانوا رجال كيشرفوا الكره الوطنيه، وكنشكرهم الحمد لله. الحمد لله، غراتشا حكيمي، غراتشا حكيمي، تيفوليو بيني حكيمي، باقي كنشكروه، راجل من رجال المغرب، كنشكروا اللعابه، قدروا المجهود ديالهم، والحمد لله احنا مع الكرواتيا ونربحوا كرواتيا ان شاء الله، والكلاسيكو 30 لاول مره في التاريخ العرب والافريقي. نشكرهم، شكرا المنتخب الوطني المغربي على الجهد ديالهم والثقه ديالهم والروح الرياضيه، وشكرا لكم جزيل الشكر. المهم حتى الجماهير واخا قاتلين واخا كلشي، المهم راه بقات بقينا الروح الرياضيه كلشي هو هذاك. المهم الماتش هو هذا، فرجونا اللعابه ما نكذبوش، ولكن كاينين اخطاء في اللعابه والدفاع، واخا بحال خايفين بحال مخلوعين، ولكن الحمد لله بعدا وصلنا لهذ النتيجه. الحمد لله بعدا وصلنا للنصف النهائي، اول بلد افريقي وعربي واسلامي بيوصل لهذ المرحله هذه. فرجونا، الله يعطيهم الصحه، وان شاء الله نتمنوا من هنا المستقبل يكون خير ان شاء الله. ماشي خيبه امل عادي، منتخبات كبار، البرتغال شحال منتخبات كبار وصلوا خرجوا عادي جدا. المهم وصلنا لهذه المرحله هذه عادي جدا. المهم فرجونا، المهم فرجونا، وديما مغرب. برافو الركراكي، برافو الركراكي، كفولي.